عم نطلع عليكم اليوم من خلال برنامج Property Yours لنعرض آخر العقارات الموجودة بلبنان. إذا كنتم ترغبوا بشقة سكنية، مكتب أو فيلا، ما لكم إلا تتابعوا الحلقة. خليكم معنا. أبتاون بادارو مجمع سكني وتجاري، موقعه بأبرز نقطة ببادارو، بمنطقة هادية وبنفس الوقت عنده أكسس سهل. بيتميز بقربه من المتحف الوطني، المدارس، الجامعات، المستشفيات وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. مؤلف من 3 أبنية، 2 للسكن ومبنى مخصص للمكاتب، بالإضافة لأقسام تجارية. العدد المتبقي للبيع 7 شقق سكنية بين 184 و218 متر مربع، 3 مكاتب بين 117 و180 متر مربع، و3 أقسام تجارية بين 207 و254 متر مربع. Underground floor مخصص للباركينج والستورج، قسم المكاتب والشقق تابع لإله 2 باركينج سبوتس، أما الأقسام التجارية تابع لإلهم 5 باركينج سبوتس. بيتميز المشروع بمساحات خضراء، مالتي بيربس هول، جيم وتشيلدرنز بلاي روم، ومجهز بسولر سيستم اي سي يونتس وهيتينج سيستم. أبتاون بادارو مشروع بيتمتع بمودرن ديزاين ومواصفات عاليه بالعمار، بالاضافه لسكيورتي 24/24، حاليا باخر مراحل الكونستراكشن والتسليم باخر 2018. جي تاورز بالأشرفية، بروجكت سكني موقعه استراتيجي كاشف على فيو البحر والمدينة، مشروع جاهز للسكن ومؤلف من 100 شقة، 4 بلوكس وعدد الطوابق بين 14 و21 طابق، و6 مساحات مختلفة للشقق بتتراوح بين 145، 176 و262 متر مربع. دوبلكس واحد بآخر طابق من كل بلوك، معروف تيراس وبانوراميك فيو. 50% من المشروع افيلبل للبيع والشقق بمساحات مختلفة، بالإضافة لجيم مشترك وبرايفت اندور بول. من أبرز السبيسيفيكيشنز، دبل وولز ودبل جليزينج، سيكيورتي مأمنة، وبالداخل رخام إيطالي، باركي ماسيف، كيتشن وباثرومز أوروبية، بالإضافة لفول سيلينج ولايتينج ديزاين. جي تاورز بالأشرفية بروجكت سكني آمن، مع 4 أكسس مختلفين من الطريق العام وقريب من أهم مراكز التجارة والخدمات. 4 هاي أند بلوكس جاهزين للسكن، بالإضافة للأندرغراوند فلورز للباركينج بكل بلوك. سيفي رايز بوسط المدينة بيروت، أعلى تاور بمنطقة سوليدار جهة الشمال، كاشف على بانوراميك فيو ما بينحجب. موقعه استراتيجي قريب من المرفأ وأهم المراكز التجارية والسياحية. مؤلف التاور من 12 طابق جراوند فلور ميزانين تجاري و11 طابق للسكن. افيلبل للبيع قسم شقتين بالطابق، مساحة كل شقة بين 177 و189 متر مربع، وقسم شقة بالطابق مساحتها 320 متر مربع، ودوبلكس 400 متر مربع. سيفي رايز ببرايم لوكيشن مقابل بور بيروت، مع اوبن فيو على المدينة والبحر. 2 هاي سبيد اليفيترز، دبل جليزينج، اي سي وهيتينج سيستم، بالداخل يوروبيان ماربل وسيراميك، باثرومز أوروبية، وفول سيلينج مع اندايركت لايتينج. سيفي رايز بيتمتع بعلاقة مع سوليدار من دون ما يخضع للشروط. 5 underground floors مخصصين للباركينج والستورج، بالإضافة لسبيسيفيكيشنز فخمة وهاي اند فينيشينج. شقتين كبار وخمسة أصغر افيلبل للبيع.
ليمار فيليج جيتد كوميونيتي بكسروين تحديدا ساحل علما كاشف عبيو خليج جوني وخضر جبل حريصه. مشروع بيمتد على مساحة أرض 15,000 متر مربع ومساحات الأبارتمنت بين 175 و 650 متر مربع دوبلكس. بروجكت بمنطقة سكنية رايقة وبنفس الوقت قريب من أهم المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية والسياحية. من أهم المواصفات رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، أمن وصيانة 24/24، برايفت جيم، Outdoor Pool و Multi-Purpose Hall. أول مرحلة من ليمار فيليج جاهزة للسكن، أما المرحلة الثانية حالياً Under Construction والتسليم بربيع 2018. Underground Floor خاص للباركينج والستورج وباركينج إضافي للجوف. أعلنت شركة نخيل العقارية أنها أرست عقد بقيمة 447 مليون درهم لإنشاء الجسر اللي بيتألف من 12 مسار واللي بيربط بين مدينة دبي وجزر ديرة. وقالت الشركة ببيان أنه الجسر البالغ طوله 600 متر واللي قامت بإنشاءه شركة وايد آدمز المقاولات المحدودة تحت إشراف هيئة الطرق والمواصلات راح يكون المدخل الرئيسي من دبي إلى جزر ديرة، وهي المنطقة اللي بتبلغ مساحتها 15.3 كيلومتر مربع، وقد بدأت الأعمال الإنشائية فيها اعتبارا من أيار الماضي، ومن المتوقع إنجاز كامل الأعمال بالنصف الثاني من عام 2020. هيدي كانت حلقتنا لليوم. راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك ومتف.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.